مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فكر وفن وتشاهدون معنا. انتقادات حادة تطال مسلسل رسالة الإمام في مصر والعالم العربي لتضمنه معلومات خاطئة وغير دقيقة في إحدى حلقاته. مسلسل الزند يعيد سيرة البطل الشعبي إلى الواجهة في الدراما السورية. منذ سبعينيات القرن الماضي والغالبية العظمى من الجمهور العربي يتهافت على متابعة المسلسلات التاريخية في شهر رمضان، والتي كانت تتناول أبرز الفترات المؤثرة في تاريخ العرب والمسلمين. خلال هذا الشهر، شهر رمضان الحالي، أثار مسلسل رسالة الإمام جدلاً ولغطاً كبيراً بعد عرض حلقته الخامسة، والتي تضمنت جملة من الأخطاء التاريخية. حظي مسلسل رسالة الإمام الذي يروي بعضاً من السيرة الذاتية للإمام الشافعي إقبالاً كبيراً، سواء على شاشات التلفزيون أو على الشاشات الصغيرة للموبايلات. غير أن الأخطاء التي وردت في المسلسل أفسدت عند البعض شغف متابعته، فيما أصبح عند البعض الآخر محط اهتمام وجدل كبيرين. يتمثل في مشهد عرض الإمام الشافعي زوجته المريضة على راهب قبطي لمداواتها، حيث اتهم البعض القائمين على الإنتاج بالتزوير، خصوصاً أن الشافعي كان ملماً بعلم الطب والفقه، ولم يثبت أبداً أنه عالج زوجته عند راهب. فيما الخطأ الثاني فكان بمثابة فضيحة ووصمة عار في تاريخ أصحاب المسلسل، حيث زعم الشاعر السوري حذيفة العرجي سرقة أبيات شعر له واستخدامها في المسلسل على أنها للإمام الشافعي. أخطاء لم تشفع لأصحاب مسلسل رسالة الإمام لدى البعض على المجهودات الكبيرة التي بذلت في إنتاجه رغم وعودهم بحذفها. وتنضم إلينا من القاهرة الصحفية والناقدة الفنية حميدة أبو هميلة. سيدة حميدة، مرحبا بك معنا. رمضان كريم. مسلسل رسالة إمام عمل درامي ضخم لكنه أثار الجدل داخل مصر وخارجها. هل وقع برأيك المسلسل في فخ الاستسهال والاستعجال خصوصا في الكتابة الدرامية؟ هو طبعا وقع في فخ التسرع وفخ اللي احنا بنعاني منه بقالنا سنين في مصر، ان احنا بنفكر نحضر المسلسل قبلها بكام شهر، يعني على الاكثر 6 شهور، والموضوع ده ما كانش ينفع ابدا يحصل مع مسلسل بالحجم ده، مع مسلسل تاريخي المفروض نتيقن من كل معلومه فيه اكتر من مره، مش مره واحده. على الاقل كان محتاج تحضير سنتين مش 6 شهور مثلا، رغم ان في فريق كتابة كبير جدا، حوالي 7 اشخاص غير المؤلف الرئيسي، غير عندنا 4 مؤلفين شاركوا في تطوير الشخصيات، يعني رقم ضخم، رقم ضخم، غير المراجعين، ومع ذلك وقعوا في اخطاء. يعني انا شايفة ان المسلسل كان ممكن يكون فرصة مهمة جدا لصنع عمل متكامل، ولكنه تحول لدرس، يعني اللي هو درس لازم ايه نتعلم منه. وكيف تؤثر مثل هذه الأخطاء على سمعة أي عمل درامي برأيك؟ طبعا هي مؤثرة جدا جدا جدا، لأن في أخطاء لا تغتفر. يعني خليني أعلق مثلا على نقطة النظارة دي اللي هي ظهرت، النقطة دي مش حقيقية. أولا الصورة المتداولة للأستاذ خالد النبوي وهو بيراجع ورق، ده كان بيراجع السكريبت، والصورة دي من الكواليس ولم تظهر في العمل إطلاقا. اوكي، لكن في اخطاء تانيه ما اظنش ان هي مغتفره او ينفع ان احنا نتجاوزها، زي قصه نسب ابيات للامام الشافعي وهي للشاعر السوري حذيفه العرجي. اذا ثبت صحه هذا الامر فده خطا ضخم جدا، حتى لو تم حذفه فيما بعد من النسخ اللي هتعرض مستقبلا من الامام. ولكن رغم كل هذه الاخطاء المسلسل لقي نجاحا كبيرا، كيف نفسر ذلك؟ لا، ان هناك تعطش كبير ان احنا نتفرج على سيره تاريخيه دينيه هي الحقيقه مصنوعه بجوده من ناحيه ما، خلينا ننصف القائمين عليه، لان فعلا العمل دراميا مكتوب جيد جدا،
ونجح فعلا ان هو يعرض شخصية الامام كشخص كانسان، مش كحد بيجي يقول مواعظ وحكم وخطب وتشريعات. المقولات المهمة للامام اللي هي اصلا متوغلة في حياة الشعب العربي عموما، وهم ما يعرفوش ان هو اللي قائلها، دي كانت حاجة مهمة جدا ان هي بقت بتتداول بكثرة. وزي ما قلت النقطة الدرامية، المؤلفين منتصرين للدراما، وهو ده اللي احنا بنبحث عنه. مش واي فقه بيتقال او اي معلومات دينية بتتقال بتقال في السياق الدرامي، احنا مقدمين انسان. ودي كانت نقطة مهمة جدا تحسب ليه ان هو بينتصر للصراع الدرامي وللحبكة، مع طبعا الاسانيد التاريخية اللي هي فيها قيل وقال إلى الآن يعني. وبالحديث عن القيل والقال، البعض أعاب استخدام اللهجة العامية في هذا المسلسل، هل تتفقين مع هذه الانتقادات سيدة حميدة؟ بالعكس، أنا نقطة اللهجة العامية أنا شايفاها دي قرار فريق الإخراج مثلا أو فريق العمل ككل، وأنا شايفة التبرير اللي قيل فيما يتعلق باستخدام اللهجة العامية مقنع جدا، ان هو قسم الشخصيات لكذا قسم، قسم يتحدث اللغه العربيه الفصحى والقسم الاخر اللي هم المصريين او اقباط مصر بيتحدثوا اللهجه العاميه، وده كان انا شايفاه كان مبرر درامي مقنع جدا ومش مؤثر على الاطلاق في مستوى العمل على الاطلاق. بالعكس، رساله الامام ليس العمل الدرامي الاول الذي يتطرق للامام الشافعي، سبقه ايضا عصر الائمه عام 97، وبعده في عام 2007 أيضا بنفس الاسم رسالة الإمام. ما الأميز بين كل هذه الأعمال برأيك؟ هو برغم كل شيء هو رسالة الإمام 2023 هو الأكثر تميزا، لأنه على مستوى التقنيات والصورة والتمثيل والفريق جيد جدا، لكن زي ما قلت المسلسل دفع ثمن الاستعجال، فإحنا قدام عمل درامي جيد لكن الأسانيد التاريخية فيها أخطاء أيا كان. طبعا متخصص التاريخ هو اللي هيعرف يقولها أفضل مني بكتير، لكن دراميا هو الأعلى جودة الحقيقة. ما الذي اختلف في الأعمال التاريخية القديمة مقارنة بالأعمال التاريخية الحالية سيدة حميدة؟ وهو إحنا دلوقتي بقينا، لو المسلسلات التاريخية القديمة أعيد عرضها ممكن نلاقي فيها مشاكل. وأظن الاختلاف الأساسي اللي رسالة الإمام، وده شيء جيد على فكرة، إن كل الناس بقى عندها القدرة إن هي توصل صوتها وتقول ده غلط وده صح، ده شيء جيد جدا. إن إحنا ده الاختلاف في التلقي، لأن ما كانش الأول بنتشارك الملاحظات، لكن دلوقتي الجميع يتشارك الملاحظات في نفس الوقت والصوت بيصل في نفس الوقت. فالحقيقة ان هم زمان ممكن لو احنا اتفرجنا واعيد عرضها قد نجد بعض الاخطاء، ولكن ما كانش عندهم الفرصة ان هي الاخطاء تعرض بشكل واسع زي دلوقتي الحقيقة. يعني مثلا عصر الائمة اعتقد تم فيه تجسيد شخصية السيدة نفيسة حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن دلوقتي لما تم تجسيد شخصية السيدة نفيسة في مسلسل رسالة الإمام الدنيا صارت، وعندنا الحقيقة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر تحديدا في انتقادات كتير، اللي هو ازاي نجسد شخصية مهمة ومؤثرة زي دي، ولازم مع انها تم تجسيدها في مصر من سنوات طويلة ولم يعترض احد. واللافت سيدة حميدة انه في الاعمال الدرامية التاريخية تحديدا هناك انتقادات حادة رغم نجاح مثل هذه الأعمال، وتجد الناس يعني تسلط الضوء بشكل أو بآخر ولا تستسهل الوقوع في فخ الأخطاء. طبعا بتسلط الضوء لأن بيتكلموا في وجدان وعقيدة ودايما بيحصل خلط ما بين تناول الشخصية التاريخية اللي قد يحدث فيه خطأ وما بين الدين، فبعض الآراء تقول ده هدف وتشويه الدين وهكذا. فدي النقطة مهمة، دايما المسلسل التاريخي الديني تسلط عليه
الأضواء بشدة، وهو كده محظوظ من ناحية ومش محظوظ من ناحية. لو مسلسل تاريخي عادي بيناقش قضية سياسية حتى لو كان هناك أخطاء، لكن التلقي ما بيكونش عصيب وصعب وقاسي لهذه الدرجة. وخلينا نتكلم إن صناع المسلسل حاولوا يخرجوا من المأزق بأكتر من تنويه بيتم في الحلقات قبلها طول الوقت، إن المسلسل دراما مستوحى من حقبة معينة، أظن آخر 6 سنوات أو 4 سنوات في حياة الإمام، لكنه في بعض الأشياء اللي تم إضافتها أو حذفها وفقا للسياق يعني. فدي كانت محاولة، أظن أن هي كانت محاولة متأخرة بعض الشيء، ولكنها محاولة للخروج من الأزمة الكبيرة يعني. حميدة أبو هميلة، شكرا جزيلا لك، الصحفية والناقدة الفنية، كنت معنا من القاهرة. شكل مسلسل الزند استثناء في سوريا ضمن الأعمال الرمضانية بخروجه عن النمط المعتاد الذي يستمد ألقه من حياة البيئة الشامية. مسلسل الزند الذي أعاد إلى الواجهة سيرة البطل الشعبي في بيئة مغايرة عن حارة الشام، فاتخذ من مجرى نهر العاصي نواة لحكاية معاناة الطبقة الكادحة من الظلم. استطاعت الدراما السورية ومنذ سنوات التسعينات تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، وشكل استثمارها للذخيرة الثقافية للبيئة الشامية عصب نجاحاتها، وخصوصا في شهر رمضان. هذه السنة تمكنت من استعادة ألقها عبر مسلسل الزند بالعاصي، المسلسل الذي تدور أحداثه في ريف حمص ومدينتها، يحاول تثوير الصراع بين طبقتين إقطاعيتين، طبقة الأغوات وطبقة الفلاحين، عبر قصة مشوقة تقود حبكتها شخصية الزند التي يقوم بتشخيصها النجم الكبير تيم حسن، حيث سينتقم لأبيه في خضم انقلاب اجتماعي على سلطة الدولة العثمانية في بداية القرن العشرين، وبروز شخصيات وطنية تنادي بالنهضة السياسية القومية. بفضل مسلسل الزند تكون للدراما السورية هذا الموسم قد هربت في الزمن نحو الماضي، معتمدة على سيرة البطل الشعبي، لكن في بيئة مغيرة عكس ما تعودنا عليه في أعمال سابقة وحالية في حارات الشام. ينضم إلينا من ريف دمشق مخرج مسلسل الزند سامر البرقاوي. سيد سامر، مرحبا بك معنا، رمضان مبارك، ونهنئكم على هذا العمل الذي اعتبره البعض أنه مسلسل الموسم. مسلسل الزند يحصد المراتب الأولى في نسب المشاهدة، برأيك ما السبب في هذه الجماهيرية العالية؟ مساء الخير. مساء النور لك وللمشاهدين. الحقيقة اخترنا قالب لنقول حكايتنا، راح لفضاءات مختلفة، عوالم مختلفة، ضفاف النهر اللي هي بشكل البصري وتركيبتها الاجتماعية والاقتصادية، دورة الحياة ببيئة ما حول النهر، وخاصة النهر مثل العاصي وما يحمله اسمه من معنى قد ينعكس حتى ليروح على اسم بطل حكايتنا. كل هذا يعني أفق بصري ودرامي خلاب، وخليني أقول لك عنه نظر طازج شوي، خلى الحكاية تبعنا تكون جذابة أكثر أعتقد. وهذه المرة يعني انتقلنا من الحارات الشامية إلى الديكورات الطبيعية، هل تعمدتم الذهاب إلى الديكور الحقيقي؟ والله أنا بشكل خاص من المخرجين اللي شوي بتجنب الاستديوهات، وبتصير الأمور أصعب بكثير بهكذا نوع من الأعمال اللي بتروح للتاريخ. عم نحكي عن تاريخ معاصر، الأبنية إلى حد ما اللي موجودة فيها حكايتنا قد يكون شيء مشابه لها ما زال موجود بسوريا رغم كل ما مر عليه من زمن ومن حروب. فتنا بتحدي لإعادة تأهيل هاي الأمكنة من قرى لأبنية قديمة لأسواق لتكون جاهزة لتستقبل
حكايتنا ومتطلبات التصوير لتطلع بالشكل اللي أقرب إلى يكون لما كانت عليه منذ أكثر من 140 عام. ما الغاية من العودة إلى حقبة سقوط الدولة العثمانية واستدعاء هذه القومية الجارفة؟ الحقيقة يعني خليني أقول نحن عم نحكي عن مرحلة ما كثير تناولتها الدراما بعمقها التاريخي، وهي الحقبة خليني أقول لك بلشت تتشكل فيها هوية المنطقة بالمعنى اللي أثمر بعدين عن دول، يعني أخذت طابعة على امتداد سنوات، وهذا كان بالانحسار اللي كان مع انهيار الدولة العثمانية. واخترنا من هذا التاريخ نقطة انطلاق هو فكرة الطابو وتسجيل الملكيات والأراضي والمحاصصة وهذا الصراع على الأرض ليكون هو عنوان صراعنا بهاي الملحمة خلينا نسميه. ولماذا اهتممت في هذا المسلسل بالتحديد لرد الاعتبار للبطل الشعبي؟ هذا يعني ما يفتقد إليه ربما يعني الدراما في السنوات الأخيرة، إعادة الاهتمام بالبطل الشعبي. هلا الحقيقة أنا ما أنا قضية إنه قضيتي بشكل عام كعنوان البطل الشعبي، لكن حامل الحكاية الظروف قادته ليكون بطل شعبي، ظروف اللي بتخليه أوجاعه بتتقاطع مع أوجاع الآخرين اللي حوله اللي بيتعاطفوا معه بشكل معه أشبه ما يكون بالتمرد اللي ممكن يتحول لاحقا لثورة وثورات محيطة. هذا اللي بيخلي وولاس ببريف هارت بطل شعبي وغيره أمثلة كثيرة يعني لهذا. لكن بالأساس ما هي الفكرة قضية أنه نقدم بطل شعبي قد ما هو البطل الشعبي يحمل حكايتنا ويقدمها على شكل قصة جرت في زمن ما. شو هي الصعوبات التي واجهتكم سيد سامر في إنتاج هذا المسلسل؟ لأنه الكثيرون يرون هذا العمل الضخم الجميل على الشاشة، لكن يقف خلف هذه الجهود ربما صعوبات، ربما عراقيل. هل وضعتنا في جو هذه الصعوبات؟ يعني بشكل أساسي هكذا نوع من الأعمال يتطلب ميزانيات كبيرة، بدك تخلق ثقة بشركة الإنتاج أنك أنت قادر تحقق هذا العمل المعقد والمتشعب واللي فيه حجم الخارجي كبير بزمن في الماضي، وتخلق ثقة بأنك أنت قادر تحققه بهالتوقيت هذا. ثقة شركة الإنتاج بأنها تقدر تضخ بهذا المشروع ميزانية كبيرة هو جزء من المسؤولية الكبيرة اللي حملها فريق العمل ليبدأ رحلة البحث والدراسة لتحقيق عناصر كثيرة، على رأسها تهيئ كادر عمل مناسب لهيك نوع من الأعمال. عم نحكي عن عمل صورة بالكامل في سوريا، وصولا لتحقيق الأماكن التصوير اللي كمان كثيرة كانت في هذا العمل، ومثل ما قلت لك بحاجة إعادة تأهيل وبناء وأحياناً عزل، هي كمان جزء من الصعوبات. أيام التصوير الطويلة اللي امتد على طول هذا العمل، عم حاكيكم أنا واقف بلوكيشن التصوير ما زلت عم نصور الحلقات الأخيرة من هذا العمل. يعني صراع مع الوقت، يعني لائحة صعوبات طويلة وممتدة وهي محل بحث، يعني استفدنا نحن كفريق عمل من دراسة. طيب. ساعد في ذلك فريقنا بخبراته بإصراره بإيمانه وثقته بهذا المشروع
ودفاعه عنه خلاه يوصل إن شاء الله لأيامه الأخيرة من التصوير، وإن شاء الله هيك على أيام توصلنا نهاية هذا العمل ويكون جاهز للعرض بشكل كامل. سيد سامر، يعني على فكرة الكثير من المسلسلات ما زالت يعني تعرض ولكنها في نفس الوقت ما زال يتم التصوير، ما الغاية من فكرة تأخير التصوير إلى آخر أيام، ربما يعني إلى أيام رمضان؟ كان بالإمكان أن نصور قبل ونقوم بالمونتاج قبل، يعني أين تكمن الفلسفة هنا؟ تمام. هلأ هي هالقاعدة ما حدا بيتمناها، يعني لا مخرج ولا منتج ولا، لكن نحن عندنا ظرف خاص كان في هذا العمل، أنه ارتبط بداية التصوير بمثلا موسم حصاد القمح اللي هو جزء من الحكاية، وخلانا نحدد موعد الانطلاق وامتدت أيام التصوير لأيام طويلة بناء على تعقيدات التنفيذ والنص والتعقيدات اللوجستية والنقل، هذا كله أدى أنه تمتد أيام التصوير بشكل الحمد لله قدرنا نقدر نسيطر عليه وضبطه. لكن بالنسبة لي أنا هي القاعدة ما كثير بفضل أخضع لها، وبحاول أحضر قبل بوقت وكون جاهز قبل رمضان، وبتمنى أي مخرج يستمتع بعرض عمله مع المشاهدين ويكون مسترخي وقادر يقدم يعني أفضل ما عنده خارج رمضان، لأنه الظروف بتكون كمان أسهل عليه وعلى فريقه. باختصار سامر، يعني الكثير من يعني عبارات الثناء الإشادة حول نجوم هذا المسلسل خصوصا تيم حسن وغيره، يعني لو تعطي أي كلمة لكل هؤلاء النجوم الذين اشتغلوا معك في مسلسل الزند. الحقيقة ببتدي بتيم. تيم يعني شراكتنا امتدت للعمل العاشر يعني سوا مع بعض. هي العلاقة بشكل خاص قادرة تكون متجددة وقادرة تتخلي عندي وعنده دائما الشغف لأنه نقدم دائما المختلف والجديد. حقيقة عاصي الزند شخصية أنا بعتبرها من أجمل الشخصيات اللي قدمها تيم برحلتنا سوا. قديش كانت بنت الحكاية وبنت النص، قديش نشغل عليها بعناية شديدة التفاصيل. حول تيم يعني كان خليني أقول لك باقة من الممثلين بمختلف الأعمار، كان عندهم الفرصة الحقيقية لحتى يقدموا كل طاقتهم، وهذا كله نبع من مثل ما قلت لك إيمانهم بهي التجربة يلي عم يحاولوا يسدوا حالهم فيها. نحن كان معنا ممثلين سوريين حتى عايشين بالخارج، يعني كانوا عم يتحملوا عناء السفر. القائمة تطول بصراحة، لكن إذا بدي أمشي بسرعة من المخضرمين الأساتذة، وأنا آسف إذا بدي أكون غفلت على اسم، لكن القائمة طويلة. نحن عم نحكي عن ملحمة فيها أجيال وفيها صحيح اختلاف كبير من الممثلين، لكن بقول كلهم عطوا أكبر وأعلى ما عندهم ليكون هذا المسلسل شكرا بأفضل حل ممكن. وتحية تقدير لكل يعني من شارك في هذا العمل الدرامي التاريخي الجميل، مسلسل الزند، سامر برقاوي مخرج هذا العمل. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من ريف دمشق، شكرا لك. إلى حكايات عالم الموسيقى، حيث دخلت عازفة البيانو الفرنسية كوليت ماز عالم الشهرة من أبوابه الواسعة. كوليت والتي تبلغ من العمر 108 أعوام أضحت أحد مشاهير مواقع التواصل، كما خصصت لها مختلف وسائل الإعلام حيزاً للحديث عن هذه المعمرة التي بعثت الأمل في حياة الناس بعد إصدارها لألبومها السابع. باتت من بين مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي
بعد أن بلغ عمرها 108 سنوات. إنها عازفة البيانو الفرنسية كوليت ماز التي أبصرت النور قبل شهر من اندلاع الحرب العالمية الأولى في القرن الماضي. كوليت ماز خريجة كلية باريس للموسيقى والمعهد الموسيقي في بانيو، دون كلل أو ملل لا تزال تواظب على عزف البيانو لأربع ساعات يومياً. شغف نادر في حب الموسيقى، حيث تقضي كوليت ماز يومها تتنقل بين آلات البيانو الثلاث الموجودة في شقتها المطلة على نهر السن في العاصمة الفرنسية باريس، مانحة الأمل في الحياة حتى آخر رمق لمختلف فئات المجتمعات في العالم. نبقى في عالم الموسيقى ونترككم مع المعزوفة الرومانسية على أجنحة ملاك للموسيقار البريطاني كليف ماسترسون، حيث احتاج لإنجازها أوركسترا تتكون من 50 عازفاً تجذب السامع إلى الروحانيات الصوفية في الموسيقى. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج فكر وفن، شكرا لكم على المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.